في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي إذا الواحد قال هذا الكلام، أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لأ، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ، أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل نلبس 10 مليون طرح في البلد نفسك؟